قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله عز وجل فطر القلوب إلى التشوف إلى العيد والسرور به والاهتمام به بما يكون فيه من اجتماعات وراحة ولذة وسرور، وكل ذلك يوجب تعظيمه. فإذا كسي الأولاد ووسع عليهم في هذه الأعياد المسقوطة كما قال رحمه الله، فلا بد أن تنقص حرمة العيد من قلوبهم.